مدير مساعد رئيس شركة المترو التحكم المركزي، هتعملوا ايه يعني مع الوضع الحالي كل هذه الخسائر، هتعملوا ايه لصيانة المترو لتحسين الخدمات؟ باشمهندس عصام، مع حضرتك، اهلا بيك يا مدام لميس. اهلا بيك. حضرتك بسأل حضرتك، هتعملوا ايه مع كل هذه الخسائر؟ ايه الحل؟ احنا حضرتك احنا مكملين، احنا انا عارفه بنقدم ان انتوا مكملين، خدمتنا. بس مكملين ازاي يا فندم؟ ما انتوا عندكم وضع صعب جدا، الله يكون في عونكم. ما احنا ده السبب اللي احنا بنطالب بيه، ان احنا نزود تذكرتنا. يعني احنا بنزود، عايزين نزود ايراداتنا عشان نفضل نقدر نقدم على اقل مستوى الخدمه اللي بنقدمه دلوقتي عايزين اللي احنا تزودوا طالبينه. التذكره بمعدل كام يا فندم؟ سيادتك احنا طالبين جنيه زياده. يعني حضرتك احنا دلوقتي يعني حضرتك انت انا بركن على البيت بدي سعر 5 جنيه. هو حضرتك المترو اقل حاجه بنقول جنيه، خلينا نخليها 2 جنيه مش اكتر طب من كده. الجنيه ده هيوفر لك قد ايه؟ الجنيه حضرتك ده هيضاعف عندي الدخل بتاعي، يعني على الاقل هقدر اسدد ديوني. يعني حضرتك انا ليا الكهرباء ليها عندي حوالي 260 مليون تراكمي، ما بتقدرش تقطع عني كهرباء، لكن انا عليا فلوس للكهرباء والميه والشركات. يعني حضرتك انا عايز اقدر اسدد ديوني على الاقل. طيب، ده يعني انا اقول لحضرتك في يعني هل في حاجه بجنيه دلوقتي؟ مش عارف انا هل يعني الفكره. بتفكروا في طريقة أخرى؟ يعني مثلا إعلانات على يعني في كل متروات العالم، كل موجودة 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 حضرتك الإعلانات دي كلها. حضرتك العمود الفقري لإيراد المترو هو التذكرة. يعني حضرتك أنا عندي 2 مليون راكب يوميا، دول هم سبب إيراد المترو الرئيسي. تمام، ده ممكن، يعني خلينا نقول ان ده ممكن يحصل، وممكن ان هو يزود لك الايراد، لكن برضو انت عايز تفكر بطريقه مختلفه، مثلا انه القطاع الخاص يدخل معاك بشكل ما، يشغل قطارات ما. هل ما فيش افكار من النوع ده في العالم كله؟ المترو ده بيتم، يعني ممكن كمان تطرح اسهم في البورصه، ممكن تعمل زياده راس مال، يعني في افكار مختلفه. اكيد اكيد حضرتك، اكيد كل الافكار دي مطروحه، بس انا بقول يا جماعه انا الحل السريع دلوقتي بالنسبه لي عشان اقدر احافظ على مستوى الخدمه اللي انا بقدمها هو التذكره. حضرتك الظروف الاقتصاديه اللي في البلد كلها، برضو انا جزء من المنظومه الاقتصاديه كلها الموجوده. حضرتك الراجل اللي بيجي يعمل اعلانات برضو بيقول لي لا انا مش هقدر ادفع المبلغ اللي انت قايل عليه دون، بيقول لي لا انا مش عايز اعمل، انا عايز اشوف نسبه مشاهده اكتر، انا هعمل اعلان في التلفزيون، انا هعمل اعلان. حضرتك حتى الوكيل اللي هو واخد تسويق الاعلانات كلها برضه دافع 75 مليون على 5 سنين، يعني برضه المبلغ ما هوش. احنا بعتنا نسدد للاهرام، بعتنا للاخبار، بعتنا، ما حدش جه. يعني تخيلي حضرتك انا بعمل بسوق للمترو، بقول يا جماعه اللي عايز يجي يعمل اعلانات بص عندي. حضرتك، يعني السكه ما بتبقاش كده، انك تجيب السكه انك تجيب شركه اعلانات تديها تمام كونسيشن اعلان محطات المترو، هي تدفع لك تمام مينيمم جارانتي، تدفع لك اللي هو انا عايزه اقول بالعربي، يعني هي بتدفع لك مبلغ معين تأمين محطوط. تأمين بالظبط، مبلغ ما تجيب اي شركه، تروح للاهرام، تروح لاي شركه خاصه، اللي يدفع لك انت تمام هتعمل مزايده، واللي يدفع لك تمام المينيمم جارانتي الاكبر هو ده اللي ياخد هو كل محطات المترو، هو بقى يملى بقى الحيطان دي اعلانات زي ما هو يجيبه، تمام هو بيعمل لك مينيمم جارانتي. ده زي محطات التلفزيون، ده زي الاوت دور اللي في الشوارع، هي دي الطريقه. لكن تمام حضرتك ما تقدرش تروح تسوق كل حيطه وكل محطه، ده صعب جدا عليك. انت لازم تعمل منافسه او مزايده ما بين كل شركات الاعلان، تتفتح الخاصه والحكوميه، واللي ويعملوا تمام لك اللي يديك المينيمم جارانتي الاكبر ياخد الاعلانات. صدقيني يا فندم ده اللي حصل، ده اتعمل مزايده. بقول لحضرتك انا رحت للاهرام بقول لها تعالي خدي معايا المناقصه الخاصه بالاعلانات المترو كامله، سواء جوه القطر، سواء على المحطات، سواء في كل حته في المترو، بي 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 بيستغلها وبيدفع مبلغ مقابل الاستغلال الاعلانات دي كلها. ده الاهرام. ما دخلوش ساعتك، ده شيء خلاص، يعني انت رفضوا. تعمل تطلب من شركات الاعلانات التانية، يعني افتح اعمل تمام اعلان كده وافتح المزايده، لكن وهتلاقي ناس، لان ده بي 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 بيكلم طبقه معينه، يعني في طبقه معينه المعلن عايز يوصل لها، صدقني
انا عارفه القصه تمام. دي ده انا بقول لحضرتك ده كان مثال الاهرام، انا مش رحت الاهرام بس. لا ما هو مش دايما مش بس الاهرام اللي بيهتم بالقصه دي. سؤال تاني بقى، وانا مش محتاجه اقول لك شركات الاعلانات على الهواء يعني، ممكن شركات تانية. السؤال التاني يعني، انت شايف انه زياده تذكره المترو، هل ده يعني الناس زي ما انت شايف مش قادره تتحمل هذه الزياده؟ تمام. هل شايف ان الزياده دي ممكن نقسمها، بمعنى انه مثلا هنيجي على الطلبة وكبار السن، يعني نقدر نعمل كده توافيق وتبديل؟ مطروحة، مطروحة يا فندم سيادتك، احنا بعتين ملف كامل للي اعلى مننا سواء وزارة النقل او مجلس الوزراء، بنقول لهم كذا طريقة لزيادة التذكرة، ممكن نحافظ على الشركات نثبتها، ممكن نحافظ على الطلبة وكبار السن والمعوقين كل ده مطروح سيادتك. يعني احنا طارحين ده وطارحين ده وطارحين كذا اختيار، وهو الاختيار بيتم من خلال سواء وزاره النقل او مجلس الوزراء، هو عايزك تقول للناس يا يعني استاذ عصام، عايزك تقول للناس يا باشمهندس عصام، انت ما بتقدرش تصون العربيات ليه؟ يعني ليه مش عارف تعمل الصيانه؟ ليه مش عارف تحسن الخدمه؟ لان ما عندكش فلوس. بالظبط بالظبط، انا عايز اقول انا قطعه الغيار اللي بجيبها لازم اجيبها اصليه مطابقه لمواصفات معينه، ما بقدرش دلوقتي على الاقل الحاجه تضاعفت، يعني انا بتعاقد مع شركات معينه قطع غيار بيتضاعف السعر اللي انا متعاقد معاه بيه، الراجل بيقول لي ما اقدرش اجيب لك، ما هجيب لك السعر اللي انت بتقوله ده اللي احنا متعاقدين معاه ده زاد اضعاف، لان بيضطر يجيب العمله الصعبه، الحاجه الاصلي اللي موجوده سواء من اليابان او من فرنسا او المانيا، فطبعا انا في حاجات عندي ما بقدرش اغير، مش قادر اغير قطعه الكومبوننت دي، قطعه الغيار دي انا مش قادر اغيرها، ليه؟ لان المورد بتاعي بيقول لي لا مش هقدر اديلك، مش قادر اجيب لك. بشكرك باشمهندس عصام منير مساعد رئيس شركه المترو التحكم المركزي، انا حبيت اعرض وجهه نظر الناس المترو، لانه فعلا الناس دي بتواجه مأزق رهيب، هيحسنوا الخدمه ازاي؟